أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ايها الاحبه المشاهدون الكرام جميعا ورحمه الله وبركاته ألتقي بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجنا القرآني بصائر وأحاول أن أتعرض في هذه الحلقة إلى موضوع من الموضوعات القرآنية الأخلاقية وهو القدوة في القرآن الكريم هذا البحث وهذا الموضوع أيضا القرآن الكريم جعله وسيله من الوسائل البنائيه وسيله من وسائل الوصول الى الكمال فلذلك القران الكريم تحدث عن القدوه بنحوين من الاحاديث النحو الاول هو الحديث الصريح يعني قال مثلا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده أن يعني يتحدث عن تأريخ الأنبياء وتفاصيل سيرهم التي لها علاقة بالهداية وبالتغيير وبإيصال الناس إلى الله تبارك وتعالى ثم قال هذا الذي جرى وحصل وحصل تحقق هذا يمثل تجربة تجربة ينبغي أن يستفاد منها وينبغي أن يقتدى بها أو في آية أخرى مثلا لقد كان لكم في إبراهيم والذين اتبعوه أسوة حسنة قالوا لقومهم إنا براء منكم في آية ثالثة ايضا يتحدث القران الكريم عن رسول الله صلى الله عليه واله ويقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. هذا الحديث الاول او النحو الاول من الحديث عن القدوه يعني يتحدث عن ضروره القدوه والاسوه بشكل صريح جدا النحو الثاني او النمط الثاني من الحديث هو عندما يطرح القران سير الاشخاص والنماذج المختلفه سواء كانوا سواء كانت هذه السير لاشخاص صالحين فانه يتحدث عن جوانب متعددة في سيرتهم في حياتهم وبطرحه لهذه السيرة هذه دعوة مبطنة لأن نقتدي بها وكذلك إذا طرح سيرة أفراد منحرفين وزائغين عن الحق كذلك هو يدعونا إلى تجنب هذه السيرة، إذا هذا منهج أخلاقي ومنهج تربوي عملي جدا، الكل يستطيع أن يمارسه ويستوي فيه الجميع واقعا، يعني حينما يتجسد النموذج بين أيدينا وأمام ناظرينا سوف يكون الامر سهلا عندنا. دعونا نستعرض بعض المفردات القرآنية، وبالحقيقة انا يعني دائما كنت اقول ان هذه الحلقات هي إثارات، يعني في كل حلقة أثير عنوانا او موضوعا، وأترك بعد ذلك البحث للمشاهد الكريم في ان يتتبع الآيات، يعني نحن وفقنا لعرض مجموعة عناوين، وأتصور بأن كل عنوان منها هو في نفسه يتضمن بحوثا و تفاصيل متعددة من خلال قراءة الآيات التي ترتبط به، وهذه دعوة أيضا أكررها دائما أننا ينبغي أن نقرأ القرآن وأن نختمه ختمة محورية، ختمة موضوعية. بعد ان نختار موضوعا معينا نقرا حتى نبحث فيما نقرا عن ما يرتبط من الايات الشريفه بذلك الموضوع من ضمن النماذج التي طرحها القران الكريم للقدوه مثلا اهل الكهف اهل الكهف طرحهم القران الكريم على اساس جانبا اساسيا عندهم يعني سؤالنا هو انه بماذا نقتدي بهم؟ يعني هل ينبغي علينا ان نقتدي بهم في انهم اعتزلوا وذهبوا الى الكهف وناموا في ذلك الكهف بطبيعه الحال ليس هذا هو المطلوب لكن هناك مركز مركز طرحه القرآن الكريم لكي نقتدي بهؤلاء الفتيه فيه وهو قوله تبارك وتعالى انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى المطلوب هو الاقتداء في هذا الجانب اننا نعيش حاله الايمان بالله تبارك وتعالى بقدر ما نتمكن والله سبحانه وتعالى يفيض علينا الزياده هذا مبدا قراني عام يعني مساله الفعل ورده الفعل او مساله الايمان وجزاء الايمان وثواب الايمان الهدايه وجزاؤها هذا ايات كثيره تتحدث عنه لكن الذي يدعون القران الكريم اليه في طرح اصحاب الكهف او اهل الكهف كقدوه لنا ان نلاحظ ما هو الجوهر فيها وما هو المركز؟ المركز هو الايمان والاستعداد للتضحيه بكل شيء في سبيل بقاء هذا الايمان ومن هنا يعني اصحاب الكهف كانوا اشخاصا ذوي امتيازات دنيويه ذوي امتيازات منصبية يعني بعضهم كان وزيرا بعضهم كان مستشارا أو أبناء وزراء أو أبناء مستشارين وما إلى ذلك ولكنهم لم يخضعوا لهذه الضغوطات أبدا وإنما تمكنوا من تجاوزها بحيث أنهم اعتزلوا يعني لاحظوا ربما حينما نريد ان نتحدث عن العزله، العزله ليست مطلوبه في نفسها، لكن حينما تكون العزله عاملا محافظا على الايمان ينبغي ان نقتدي بهم فيها. المهم سواء كانت العزله، سواء كان اللجوء الى الكهف او اي سلوك نهجوه لماذا نهجوه؟ هذا هو المهم ولذلك مهم جدا ايها الاحبه اننا عندما نريد ان نقتدي لابد ان يكون هناك وعي في في الاقتداء يعني اولا نحن نقتدي بهم لماذا؟ لانهم يمثلون انموذجا نقتدي بهم في ماذا؟ في امر يحقق الكمال وبعد ذلك هذا الامر المركزي الذي ينبغي ان يقتدى بهم فيه نلاحظ التفاصيل الاخرى ان كانت هي تحافظ عليه فهذا يعني اننا ينبغي علينا ان نضحي بكل شيء ونقوم بكل شيء طبعا في نطاق المشروع فيما يؤدي الى الحفاظ على ايماننا والحفاظ على ديننا وعلى قيمنا. هذه جماعه طرحها القران الكريم لكي نقتدي بها. في مقابل ذلك هناك جماعات كثيره طرحها القران الكريم لكي نتجنب افعالها لاحظوا هذه ايضا يعني اطروحه في القدوه على اساس ان هذا السلوك السلبي، السلوك الخاطئ عندما يطرحه القرآن ويشرحه ينبغي او يطلب منا ان نقف موقفا سلبيا منه يعني هؤلاء الاقوام مثلا الذين عاشوا حالة من الوقوف في وجوه الانبياء، الوقوف في وجوه الحق، سواء كانت القرآن الكريم احيانا يعبر عنهم بالمترفين، بأهل القرى، بالملا في بعض الاوقات، هؤلاء جميعا كانوا يعيشون خللا وهو انهم ما كانوا يحكمون عقولهم، او حتى لو ادركت عقولهم شيئا فانهم لا يلتزمون بالسير العملي وفق ذلك، ولذلك قد تتيقن نفوسهم يقول عنهم القرآن وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، يعني هذه قضيه نجدها في كل هؤلاء الذين خالفوا الله تبارك وتعالى وخالفوا انبياءه القدوات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، أقف أيها الأحبة معكم في فاصل قصير، وأعود إليكم إن شاء الله لأتناول أيضا نماذج أخرى من القدوات للوقوف على تفاصيل الاقتداء بها. ارحب بكم مرة اخرى اعزائي المشاهدين الكرام، وعندما نتحدث عن القدوة فلا شك بان قدوة القدوات هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، والقرآن الكريم عندما طرحه طرحه ايضا بأسس يعني في اصل الآية التي دعان القرآن الكريم من خلالها أن نقتدي به صلى الله عليه وآله وضع شروطا قال جل من قائل لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إذا حتى يتحقق الاقتداء برسول الله ويؤتي اكله ويوجد ثماره لا بد ان يعتمد على ركائز الركيزه الاولى لمن كان يرجو الله واليوم الاخر يعني يرجو الله يعتقد ب أن الله سبحانه وتعالى يهديه ويوفقه ويرفعه واليوم الآخر أيضا يعني يرجو أن يكون من الفائزين في ذلك اليوم الآخر وأيضا وذكر الله كثيرا هذه ثلاث ركائز أيها الأحبة لا بد من تحقيقها حتى نتمكن أن نهيئ أرضية للاقتداء برسول الله صلى الله عليه واله. يعني هذه الشخصيه التي هي خلاصه هذا الايجاد وخلاصه هذا الوجود، خلاصه هذا الكون، اه الاقتداء بها ليس امرا سهلا. من هنا القران الكريم يقول لابد من تمهيد ارضيه للاقتداء بها. وهذه الارضيه ذات بعدين، بعد عقدي وهو يرجو الله واليوم الاخر وبعد عبادي ونفسي وروحي وفكري وهو ذكر الله تبارك وتعالى وذكر الله كثيرا بكل انحاء الذكر اللساني والفعلي والقلبي والفكري وما الى ذلك. هذه اذا حققها الانسان يكون قد هيأ ارضيه للاقتداء برسول الله صلى الله عليه واله. بعد ذلك ناتي و نقف عند بعض معالم شخصيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي هو قدوه القدوات مثلا القران الكريم يصفه بالرحمه يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين او يقول جل من قائل فبما رحمه من الله او يعني يقول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لاحظوا هذه أيها الأحبة تظهر مصاديق الرحمة تظهر السلوك يعني هناك في الآية الأولى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا عنوان رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أرسل رحمة. مظاهر هذا العنوان، مصاديق هذا العنوان هي قوله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. يعني يؤلمه ويثقل عليه الضيق الذي تقعون فيه العسر والحرج وما الى ذلك. حريص عليكم عنده حرص كحرص احدكم على ابنائه لاحظ يعني نحن ربما نحرص على ابنائنا في جهات متعدده هذا سلوك سلوك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان ظاهرا في شده حرصه على الامه على الناس لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم جيد هذا سلوك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نحن ايضا مطلوب منا ان نقتدي به فيه او نجد سلوكا اخر لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم في استماعه يعني القران الكريم يصفه بالمستمع المتميز يقول ومنهم الذين يؤذون النبي صلى الله عليه واله ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا هذا النمط من الاستماع نمط متميز جدا يعني نحن إذا نرجع إلى الروايات نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده قدرة أن يستمع لأقل الناس مستوى وأقل الناس قدرا كأبي جهل هذا الكافر المشرك المعاند لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي لن يقول إلا سفها وباطلا مع ذلك يستمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له استماعا متميزا. هناك مثلا مظاهر لسلوك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في التعامل مع المشركين، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه، لاحظوا هذه جهات. هناك سلوك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم في تعامله مع الله جل وعلا يعني يقول عنه تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك أسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هناك سلوك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الناس في تصدقه مثلا يقول حتى قال له الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. كان يتصدق بكل ما يملك فقال له. هناك سلوك نفسي تجاه الناس مثلا يتألم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على انحراف الناس ولذلك قال له القرآن: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات او لا تذهب نفسك عليهم حسرات. لاحظوا هذه كلها سلوكيات لرسول الله صلى الله عليه واله القران الكريم يامرنا ان او يدعونا ويحبب الينا ان نقتدي برسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيها. مهم جدا ان نعرف مناشئ وجود هذه الخصال وهذه السمات في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعل القرآن الكريم يوقفنا أيضا على بعض مداخل ومفاتيح هذه السلوكيات لأننا إذا أردنا أن نحققها في سلوكنا كما قلت هناك أساسا القرآن قال إذا أردتم أن تقتدوا به لا بد أن تحققوا حالة من الرجاء إلا حالة من الرجاء اليوم الآخر حالة من ذكر الله كثيرا الان ايضا نقول هذه كيف اوجدها رسول الله في نفسه كيف تحققت في سلوكه كيف تحققت في تعامله مع الناس القران يبين بعض هذه الجوانب مثلا يقول سبحانه وتعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك يعني يقول بان مناشي هذا السلوك أنت رحمة للعالمين أنت تستمع للمؤمنين ها تصدق يؤمن للمؤمنين يصدقهم يعني يستمع لهم أنت تبذل كل ما تملك للناس لا تبقي شيئا لنفسك من, من أين حصلت لك هذه حصلت من خلال أنك أوجدت أرضية لنزول رحمة الله تبارك وتعالى يعني هذه الأمور ما كانت لتحصل عندك إلا بواسطة رحمة الله ولذلك الآية تقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك إذا أنت يا رسول الله أوجدت ارضيه واوجدت افقا يسمح بنزول رحمه الله تبارك وتعالى عليك وهذه الرحمه ادت الى هذا النحو من التجليات في سلوكك في كلامك في استماعك في كل مفرده من افراد حركتك ال الذي اوجد الرحمه الذي أوجد الرحمة هو أنك حققت العبودية لله يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى في ذكر زكريا أو في شأن زكريا يقول جل من قائل بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا يعني هكذا كأنما الآية تقول لما حقق زكريا العبودية رحمة الله تبارك وتعالى ذكرته و أفيضت عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل سلوك يمارسه مع الله تبارك وتعالى في كل عبادة وفي كل انقطاع وفي كل دعاء وفي كل مناجات حينما يسأل يقول أفلا أكون عبدا شكورا إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقق العبودية وتحقيق العبودية موجب لحاله من القرب من الله تبارك وتعالى وموجب لافاضه الرحمه الالهيه على العبد فاذا تحققت العبوديه واوجبت الرحمه سوف تنتشر هذه الرحمه وتتجلى في السلوك وفي كل الممارسات نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ممن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله ولا شك أن الاقتداء به يحتاج إلى برنامج لعل أمير المؤمنين صلوات الله وسلم عليه في كلمته يلخص لنا هذا البرنامج يقول كان صلى الله عليه وآله كان يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدي به صلى الله عليه وآله وبأهل بيته الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين